يسعد لي مساء كل من يتابعنا الآن في هذه اللحظات خلف شاشة الاي تي في ويتابع برنامج عسيف. نقول لك يسعد لي مساك ويسعد لي مساك ماسرو. مساء الخير حصة. مساء الخير طالب ومساكم الله بالخير مشاهدينا عبر شاشة التلفزيون الاي تي في في برنامجكم على السيف، حلقة مميزة أكيد بمتابعتكم، واليوم عندنا فقرات وايد حلوة وشيقة وتمكم أكيد. أكيد قبل لا نبدأ بالفقرات حصة ودي أتكلم عن الجرعة الثالثة. أنا عن نفسي ناطر موعدها وإن شاء الله خلال أسبوعين توصل واروح اطعم الجرعه الثالثه، لكن في ناس وايد معارضين موضوع الجرعه الثالثه مع انهم ماخذين الجرعه الاولى والثانيه. هم ماخذين الاولى والثانيه وبس معارضين الثالثه، لان اتوقع ان طالب لازم يكون في حريه في انه هو يا انه ياخذها او انه ما ياخذها، لا يصير في اجبار او الزام. ولا الحين ترى الحريه متاحه، ما تدري يمكن بعدين يتغير الوضع وتصير هي الزاميه. يعني انا احس انه خلاص الانسان اذا عنده امكانيه للوعي وانه يستوعب مدى خطوره الشيء او من خطورته على صحته فهو حر في انه ياخذها او ما ياخذها. يعني الحين احنا مشينا للحين بطريقه الاختيار، قد تكون هناك منع لدخول مجمعات السفر وهذا شان انا على هذا الخطا منه، بس هذا شان الحكومه، يعني من حق الحكومه ان تضع هذه الضوابط. لكن تسوي اجباري قد يكون الحديث عنه مختلف. فعلا انا ضد هالموضوع انه يكون اجباري، لان في ناس اكيد عندها مثلا ضوابط، عندها اهميه التلاعب بالجينات مال الجينات. يعني وايد احنا قرينا ان في تطعيمات تاثر على الجينات واتوقع جيناتي انا حره فيها. مو كذي حصه، اليوم مشت هذه العمليه يمكن بالتطعيم الاول والثاني فوق 80% طعموا من هذا الوضع بدون اجبار، لكن منع من بعض الامور، ومثلا الدوامات لازم تداوم بالبي سي ار اسبوعيا واشوف العمليه ماشيه. فعلا بس التفرقه ان بين مطعم وغير مطعم هذه بحد ذاتها انه قاعد تخلي فئات بالمجتمع، وانا ضد هالموضوع بصراحه. هذا باكر واحد بيخطب يقول انت مطعم ولا لا ما نخطب ما زوجك مو موافقين. على العموم ان شاء الله راح نستمتع بفقراتنا وضيوفنا بعد شوي، لكن خلينا نشوف ايش عندنا ونرجع لكم تعالوا. في حلقه الليله من برنامج عسيف بتشوفون الأستاذ سلطان الشعلاني نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة الوافدة، وحوار حول قطاع القوى العاملة وميكنة العمل وأعداد العمالة الوافدة قبل وبعد الجائحة، الفنان محمد العجيمي والفنانة فاطمة الطباخ والفنان ضاري عبد الرضا، وحوار حول جديدهم ومشوارهم الفني ومشاركتهم في فيلم بعقاب. ومن فقراتنا الأسبوعية فقرة منشن مع الزميل سعود بوشهري. أكيد راح تكون الفقرات جميلة وشيقة مع ضيوفنا اللي منورينا بالاستديو، وحوارات راح تكون هادفة بمحاور أساسية راح تهمكم أكيد. تابعوني.